المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا اضطرت إلى مغادرة المسرح غاضبة خلال حفلة أقيمت في أحد النوادي في ميامي. الحادث وقع بينما كانت تؤدي أغنيتها الجديدة سولتيرا، ولكن فجأة توقفت شاكيرا عن الغناء وغادرت المكان غاضبة. السبب يعود إلى تصرف غير لائق من بعض الحاضرين الذين رفعوا هواتفهم وصاروا يصورون بطريقة غير محترمة، حيث حاولوا تصويرها من زاوية غير مناسبة أثناء ارتدائها تنورة قصيرة. شاكيرا أبدت انزعاجا واضحا من الموقف وغادرت المسرح على الفور بعد أن أدركت ما كان يجري.